قلنا يا كابتن إيهاب إنه كلامه إنه هيبقى فيه حضور جماهيري متوسط، يعني هيكون مثلا 3000 من الحضور الجماهيري، مع إن الملعب يعني بيقول بيسعى ل 85000. شايف الحضور الجماهيري ده في صالحنا ولا لا، ولا مش هيفرق معانا؟ وكمان المباراة على حسب كلامه هتكون العصر كمان. أولا هو واضح من كلامه، طبعا هو عارف ومدرك حجم وقيمة النادي الأهلي، دليل اللي هم جم على طول من السودان على القاهره على طول، وبقى لهم فتره ومركزين، فارق معاهم قوي ايام التدريب، وانه ما ينفعش تضيع منه يومين تدريب. هو بيفكر في الماتش بشكل كويس قوي، لان هو من كلامه برضه هو ما احترمش فرقه سيمبا بالشكل المطلوب، وقال النادي الاهلي مش هو سيمبا طبعا، النادي الاهلي الفريق الكبير هو بطل افريقيا، فاكيد هو جاي وعامل حسابه على الماتش ده، لان الماتش ده مهم جدا في المجموعه، نقطه فارقه في المجموعه بشكل كبير، لان سيمبا قلب موازين المجموعه بالمفوزين على الفرقتين اللي كانوا مرشحين للصعود عن المجموعه دي كاول وتاني مجموعه، اللي هو النادي الاهلي وفيتا كلوب، فسيمبا قلب الموازين بتاعت المجموعه، ففيتا كلوب عمل ماتش برضو كبير قدام المريخ السوداني في السودان، اللي هو يقدر بعد ما كان متاخر بهدف اللي هو يحرز اربع اهداف، دي معناها اللي هو فرقه هجوميا عندها قوه هجوميه، عندها سرعات في الناحيه الهجوميه بشكل كويس قوي، فده برضو يعني فرقه ليها احترامها طبعا، وهي هي كانت الخصم الاقوى للنادي الاهلي في المجموعه، فاعتقد هم جايين مركزين جدا وعاملين حساب النادي الاهلي. اللعب في وسط جمهور كان زي ماتش سيمبا، اعتقد دي مشكله بتقابل الاجيال الحاليه في الكره المصريه، لان عدم اللعب في اجواء جماهيريه في الكره المصريه ده بيأثر بالسلب في الماتشات الكبيره اللي بنقدر يبقى فيها ضغط جماهيري، اعتقد بتأثر بالسلب على اللاعب المصري، لان هو بقاله فتره كبيره مش متعود على اللعب تحت الضغوط الجماهيريه، وده احنا شفناه في الماتشات كمان اللي لما بيلعب فرق شمال المغرب شمال افريقيا اللي هي المغرب العربي اللي هي تونس والجزائر والمغرب، فلما الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت لعبوا مع الوداد ولعبوا مع الرجاء السنه اللي فاتت، اعتقد كانت مفيش جماهير، فده كان مدي دوافع للنادي الاهلي السنه اللي فاتت في ظل عدم وجود ضغط جماهيري يعني من فرقه الوداد. اعتقد النادي الاهلي مطالب في فرق في الدوري اللي هو يحاول يلعب في الاجواء بتاعه اللقاء، اللي هي النادي الاهلي متعود يلعب الساعه 7 او الساعه والساعه 5، فاعتقد ان ممكن النادي الاهلي يلعب او اتحاد الكره يعمل كده، الماتشات النادي الاهلي تلعب الساعه 3 في توقيت الماتش عشان لعيبه النادي الاهلي تتعود على الاجواء قبل ما يروحوا لماتش العوده. طبعا نتمنى الاول نحقق نتيجه ايجابيه، او النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه يوم السبت، تفرق جدا في المشوار عشان تقدري يعني تروحي ماتش الكونو هناك بتفكير مختلف، او تروحي انت عايزه ايه من الماتش، لان اي نتيجه غير المكسب هنا اعتقد هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي وبتازم الموقف، بس ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي وزي ما تعودنا منهم في المواقف الصعبه اللي زي دي بيقدروا يكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله، ومع دعم جمهور النادي الاهلي في الايام اللي جايه والتواجد الجماهيري المحدود في الماتش بتاع يوم السبت، برده اعتقد اللعيبه تكون مركزه وتكون على قدر المسؤوليه باذن الله وتقدر تعدي الماتش.